اهلا بيكم في الجزء الثاني في سهرتنا النهارده في استوديو دراما. يعني اللي شفناه دلوقتي جزء من ميني كوم العماره، تعودنا على اعمال السيت كوم، لكن الميني كوم شكل جديد هنتكلم معاه من خلال صناع العمل ده، ضيوفي في الاستوديو واللي برحب بيهم الفنانه منى ممدوح، اهلا بيكي. الفنانه رانيا الخطيب، اهلا بيكي. أهلا. المخرج احمد عبد العليم، اهلا بيك. أهلا. مؤلف العمل احمد راشد، اهلا بيكم. مبروك على العمل طبعا، يعني مبروك مره تانية. صحيح هو ده العرض، هيكون العرض الثاني له قريب، بس انتوا اظن بتعتبروه العرض الاول اللي هيتعرض كمان اظن اسبوع او اقل من اسبوع، يوم السبت ان شاء الله على نايل كوميدي الساعه 11 بالليل. ده العرض الثاني. واللي تعتبره انت العرض الاول يا يعني المره الاولانيه يعني اتعرض بسرعه كده من غير تنويه ومن غير اهتمام كافي. انما الحقيقه بشكر الاستاذ خالد شبانه رئيس نايل كوميدي ان هو قرر ان هو يعرض البرومو بتاعه من 3 اسابيع فاتت، فالناس كلها بقت منتظره العمل اللي انا تشوفه. وهنا عندكم برضو الاستاذ انس عبد الله هنا في قناه النيل للدراما، وقررت برضو ان هي تستضيفنا قبل العمل، فكل ده بيشجع الجمهور ان هو ينتظر العمل ويهتم بيه من اول حلقه، ان هو المره الاولانيه يعني ما خدش اي حظ في المشاهده يعني. طب انا اسال المؤلف، فكره الميني كوم يعني الناس اتعودت اكتر على السيت كوم، وكان بالنسبه لهم في الاول جديد، كانت الاول متعودين على المسلسلات الكوميديه الطويله وظهرت بعد كده السيت كوم، الميني كوم الفكره باختصار، وانا اظن مده الحلقه 5 دقائق بس. هي مده الحلقه كانت 5 دقائق. هو الموضوع اصلا ابتدى الاول خالص ان احنا نعمل حاجه تكون اقل في الوقت لكن توصل ضحكه اكتر، وده كانت الصعوبه في ان احنا نعمل ده. والفكره يمكن جايه من النكته، لان النكته زمانها بيبقى ثواني بسيطه جدا لكن بتضحكنا وتوصل لنا معلومه. هو الموضوع كان من هنا، ان احنا كل ما نوصل لمده اقل نوصل ازاي ان احنا نعمل حاجه تضحك اكتر. ده كان الموضوع في البدايه. طبعا فكرنا في الفكره، عملنا الموضوع عن دكتور ورث عماره، ولما ورث العماره ده الدكتور جاي من بره وبيعالج الناس نفسيا. هو شايف ان الجسد المصري جسد متهالك والشعب عايز يتعالج اكتر من كده، عايز الناس تحب بعض، عايز الناس تقف مع بعض. فعنده مشروع معين، عايز ابتدى ان هو ياجر لهم شقه عنده في العماره ويراقب الناس جوه الشقه دي، حاطط كاميرات عشان يشوف حالتهم، الى ان احنا في الاخر نتفاجئ يعني بنشوف مفاجاه في الاخر في حياه الدكتور نفسه. ده طول بقى 30 حلقه العمل. هو كان الجزء ده كان 15 حلقه بس الاولاني. الاولاني يعني 5 دقائق في 15 حلقه بالظبط كده. طب كل الابطال تقريبا من الشباب يعني، وانتم بتشاركوا في العمل ده، كان ميزه ان الابطال كلكم من الشباب تقريبا نفس المرحله.